يا حبيبتي، كي دايرين يا كبيدات؟ كي دايرين يا الحبيبات؟ الصيف صيف والنار بدات اختي. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ اموركم بخير؟ كل شيء هو هذا، كل شيء مزيان. ناس جداد، اهلا وسهلا، مرحبا بكم حباباتي. راني كنخبر عليكم في اليوتيوب، والله العظيم الا الخدمه شغلاني. واحد الخدمه البنات، الناس ديال اوروبا، ماشي البنات، الناس ديال المغرب العربي اللي هو الجزائر، المغرب، مهم، تونس وما جاورهما، والخليج العربي حتى هما ما كيقدروش يدخلوا معنا، مازال كنخدموا عليهم. بنات اوروبا اللي هنايا في اوروبا، حبيبات ديالي، راه شفتوا النهار اللي دخلت نخدم لهاد الشركه؟ قلت لهم اقسم بالله العظيم ويكون هاد الشيء كذوب، بعد انا ما كنت عارفه لا بي دي اف لا حتى شي حاجه. قلت لهم يكون هاد الشيء كذوب الا ما درت لكم الشوها. قلت لهم عائلتي ما عقلتش عليها، فين تبانوا لي نتوما؟ قالت لي نورا دخلي واللي بغيتي ديريه ديريه من بعد. ودخلت وداك الشيء قانوني 100% ليغال، عندهم بي دي اف، بي دي اف، هاد البي دي اف تقدر تديه المحامي، تديه الخيستور، تديه المحكمه. اي واحد كيقول لا شركه وهميه، واخا لا لا شركه وهميه وشركه كذابه وشركه نصابه، هزي بي دي اف ديه المحامي صافي، سهله سهله. الحمد لله كل شيء قانوني بالشروط ديالك. انا صراحه فرحانه بزاف هاد الخدمه. في الاول كنت خايفه وبزاف، لان علاش وقتك كامل كتعطي لهاد الخدمه وكتخدمي هذا بزاف حقا الدار، ولكن هذا كيخدم ماش. ولكن الحمد لله تقدري ديري دارك، تقدري تحجي والديك الى عندك، ما عندكش والديك ديري عليهم صديقه، الله الله حبيبتي روحي المغرب وفقسيلي العدو، ديري طوموبيل ديالك، ديري البيرمي ديالك، بزاف ديال الحوايج تقدري ديريهم، ماشي تبقاي جالسه تسنى تاكلي القوت وتسناي الموت. بزاف منكم كاين ما كيخليهاش راجلها، كاين اللي ما عندهاش راجل كتخدم ولكن ما موفر لهاش كل شيء، كاين اللي عندها وليداتها دابا مساكن مشطين، مره عند اختها، مره عند جارتها، مره كتخلص عليها الخلصه ديالها، النص ديالو، النص ديال الخلصه ديالها كيمشي للكوارديريا. المهم البنات، هذه واحد الفرصه اللي ما غتعوضش، راه غادي يجي واحد النهار، عطيتكم عهد الله، يجي واحد النهار اللي ما تقدر حتى شي وحده تدخل لهاد الخدمه. باش نقولها لكم نيشان، دابا الشركه كتقيد الناس، انا اللي غادي تكتفي بالناس اللي صافي، يعني غتوصل واحد العدد ديال الناس اللي هي محتاجه صافي، راه بالملايين وما نقدرش ندخلك، ماشي انا شركه. حبيباتي النمره ديالي غادي نخليها لكم في الكومونتير، في التعليق لتحت، دخلي فهمي الخدمه، سمعي عطاك البي دي اف، سولي على راسك، عاد دخلي خدمي، سهله سهله، ما كان اسهل منها. المهم حبيبتي باش ما نطولش عليكم في الهضره، هاد النهار اختي ما بغيتش نشوه بالمغربيه تاع عمري، هاد النهار حبيبتي بغيت ان شاء الله نرفع راس المغاربه اللي ما عادش غادي دير في تسمع الصباح. كل اللي شريته جديد عقلته، وهاد الكاسيطه اللي وريتها لكم في اخر فيديو غادي يجي دابا السيد غادي يركبهم، وراه عندي الحاله برومونه، عامي كطيح الشتا كيبقى داك العجاج وداك الشيء ديال الشتا، وراكم عارفه لا طير راسي عريانه لا ايوا ما نعاودلكمش. المهم الكبيدات ديالي غادي نمشي دابا، غادي نقي لاطير راسها، غادي نقي هذا الباسيو هذا، غادي نقي الدروج باش من يجي يلقى الحاله تشعل ويقول لها حبيبتي، لانه ما في واحد الطبيعه كي كيشوف واحد المغربيه مثلا دارها موسخه كيحسبوا مغربيات كاملين، غير على سب اختي هاد السبنيول، كي كيشوف واحد المغربيه نقيه يقول لك ما شاء الله لاس موراس كي لينبياس يقول لك مغربيات شحال نقيات. هذه هي الحبيبه ديالي. اي فوالا كبيدات، يلا نبداو ان شاء الله. وي بنتي نوريكم اللي هي فضيحه. ايوا اختي مع غادي ندير اختي واحد الدوش فالتر، قلت نطلع ديك لا تراسه والراجل ما باقي والو يجي، قال غادي يجي قبل الزوج ودوك راه 12 وانا باقي عاد انا نعطيها الهضره. يا اختي يا اختي اختي من هذا ما عرفتش من هذا يا اختي تاع القطا نقول عليا من لا هذا طار طار في العلالي وطار في القطا. ويا الحبيبي اللي عرفتو ما غاديش نطلق الماء حتى نشطب، لحقاش الارض راه موسخه ولا طلقت الماء الوسخه غيسق ليا، عارفين الماء هذا ولد الحرام ما غاديش يسكت. البسينه البنات باش نعمرها بالماء، اختي باش نعمرها بالمياه هنا وحيدة. مالك اختي؟ ويلي اختي
ويلي من الماء. وانا نقول مالها الماشينه يا اختي، ما بغاش تخدم البارح. ايه يا اختي، ايوا يا اختي، داك كيفاش ندير؟ غنطلع الماء من الفوق ولا شد غريبه يا اختي؟ لا لا يو، جا الماء يا بنت عمي، جا الماء، جا الماء اختي، جا. ها انت يا اختي شتي، او يا الحبيبه عمرت. ودابا يا اختي الموهات والصوابن، الصوابن الصوابن اختي، والصوابن اختي. واش عندي اختي هنا؟ هذا جاريل اختي، شوفوا البنات، هذا ديال الشوايه فوق شويه، هذا عوض ما تشريو دوك المربعات ديال باش ديروا النار. ها هو هذا ليكيد، وهذا ما واش كامل له لاضات ولا لا، حتى نشوف باش نرميه. ما عرفتش يا اختي، هذا شريته كاع العام اللي فات. ايوا يا اختي بصافي، هذا الشيء اللي كاين. وهنايا عندنا، وهنايا كندير هذا عندنا توالف نشرح البنات الخدمه، وراني كنشرح زعما شنو عندنا، شنو كنخدموا في الشركه. المهم حتى لهنا عندنا هنايا انا كنستخدم هذه مارسيه ديال الطرف، ديال صابون الطرف، لان انا صراحه انايا اي حاجه كضرني، اي حاجه خارج الطبيعه كضرني، وداكشي علاش الملابس ديال التحتيه يعني دوك الكيلوطات وكلشي ما كنبغيش نصبرهم اي صابون، كنصبرهم بهذا. هذا تقدروا تصبروا به يعني البنات اللي عندهم حساسيه، اللي اي صابون كيديروه كياكلهم لحمهم، البنات اللي عندهم لي بيبي دوك الحويجات دوك السالوبيطات ديالهم ودوك الخروق باش كدير لهم. ما عرفت اختي واش كديروا البنات لولادكم وبناتكم لي بيبي ديالكم، شنو اختي سميتها؟ تقماط، تقمطوهم، كتقمطو ولا لا؟ المهم هذوك الشريوطات ها هو بهذا، ما كياكلهم، ما تخنقهم ريحه، ما حتى شي حاجه، فيها الريحه ديال الطرف، غالي شويش ولكن حاجه مزيانه. وصافي اختي هذا الشيء اللي كاين. الله فايري، لحقاش فايري، ما كيخليش لا طراس نتاع الصابون، فهمتوا؟ فايري يعني كي كتحكي البيبان وكتشلي بالماء، يعني كتشلي بالماء تغسلي، مي كينشف ما كيبقاش داك لاطراس ديال الصابون بحال داك الصابون ديال الماشينه. بيبا يا ربي ما يجيش، يا ربي ما يتنمروا مداربينا ديال بصح. ويا اختي قالت لها امي امتي مزين النقاء، ايوا قالت لها يا بنتي داومي يا اختي وهي بقعة. عرفتوا شو الصابون عاد باقي؟ غنشلو مزيان 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 يا اختي، سينو غيبقى لاطراس عاوتاني ديال الماء، ديال الصابون، الصابون يا الحبيبة، وديال الصابون. راحة نفسية يا البنات. هادي ديال شوفو غتعمر بالماء، والسيد ما غادي يحلها، راه غادي اختي غيترتخ، غيترتخ ويعيش بعمى. داكشي علاش الدروج غادي نخليهم. حاجه في هاد لانطوراج ديال هذا، هاد جاري اختي ما ميت ولا حي، طيح لي باسينه وطيح لي ليزار. ايوا يا اختي نشتهل، انا نشتهل. ولا ولا يطري 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 يطري، مشى 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 مشى. صافي البنات دابا غادي غير ندير واحد الحكه للارض وصافي.
يا بنتي خيتي باقي لي الدروج يا اختي وما نزيدش حتى شي حاجه، غنمشي نضربها يا اختي بدوش. هادو غادي ان شاء الله غادي نديرهم، مانيش عارفه يمكن غادي ندير لهم شي لعيبه هنايا بحال شي بحال هكا بحال واحد البلاكار ولا شي حاجه لهادو كاملين، لان شوفوا جاي نضيع المنظر هنايا وجاي بحال داكشي مخنتش مخربق. المهم مسحت هادشي دابا مسحتو، واخا هادشي راه مخنتش مي راه كلشي راه نقي، يعني الغبره العمده على الغبره اللي ما كايناش، يعني ما كتكونش الغبره معليش. المهم هاد الخيوط ها هما هنايا اختي، ديري لي هاد سميتو هادي ديال الويفي هنايا صافي. المهم راني شدت هنايا لتحت وخملت، دابا غادي غير نقاد هادشي ونجمع هاد الروينه اللي عندي هنايا في الطابله لحقاش الباب تاع الزنقه ليها، يعني ملي نجي داخل يعني كيشوف كلشي. المهم هذا هنايا جمعته كامل سيقته زعما نقيته، هذا عرفتو كيفاش كان داير ولا ما نعاودكمش كيفاش كان. هذا حتى هو غسلته، هذه ديال الحوايج الغلاقه ديالها راه لتحت، هذا حشاكم حتى هو ها هو غسلته راه نقيته، هو الشيء ديال لابوبيل الدروج حتى هما نقيتهم. ايوا صافي اختي غادي نهبط نوصل غير حاجه لحاجه. باقي لي الماعن في التالي ما جاش، شفتو الراج ما جاش الموبيله وانا داير عليه هاد الهايلاله، معليش غدا ان شاء الله من يجي راكو عارفين تكون دار نقيه ماشي راكو عارفين من يجي واحد براني هما راه النصارى كيلاحظوا ما تحقريهمش ما تحقريهمش. المهم دروك غادي نمشي ندير العشاء غادي نقول لكم شنو غادي ندير. هنا كويداتي شديت هادو الخيضات ديال الدجاج والفلفل صافي، غير هادو زوج غادي نشحرهم مزيان بالزيت والملح وشويه بزار وشويه فلفله حمراء وداك ورق سيدنا موسى غنشحرهم مزيان. هانتوما كويداتي انا درت البزار تحميره مليحه وديت العود انا كيعجبني نطيب زيت الزيتون، غادي نقليه مزيان 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 مزيان. عاد غادي نزيد عليه الطوماطيش محكوكه وشويه شويه ديال الحك صافي نسد عليها ونخليها طيب صافي اختي، ولكن تا تقلى مزيان مع هذا الفلفله. يا للمذاق يا للبنه، شوفوا ديك لاصوص كيخات راه عقده. وما نقول لكمش البنه ديال الدجاج، ودرت شويه سلطه ورقيه مع هذاك مايز وصافي تي سلطه وبصله وماطيشه. وما نقول لكمش البنه اختي المساند الراس مي وما كتحلاليش الماكله بلا بيه الحار. الله الله يا بابا وبسلام عليك يا بابا. المهم كبداتي دوشت الكسوه كانت في السلك الصباح درت واحد الماشينه الدور اي فوالا الكبدات التالي ما جاش هناني. درك غادي نمشي نغسل هذوك المعنات اللي بقاو ونجمع الكوزينه. يا البنات خليت لكم الراحه وغادي تسناو واحد الخبر اللي تفاجئوا له بزاف، غتكون صدمه العمر لشي وحدات حتى الناس اللي قراب لي غتكون لهم صدمه. مي نعتذر لانني ما قلت لهمش في الوقت المناسب لاسباب غادي نذكرها لكم. المهم ما تنساوش تشتركوا، الناس اللي ما مشتركينش في القناه تشتركوا في القناه. بنات احباباتي اللي مشتركين ديجا عندي بارطاجيو القناه ديالي، قول لهم شوفوا نورا ما شنو غادي تورينا اشنو غادي دير نورا بزاف ديال الحوايج السيمانه الجايه ماشي هذا الاسبوع، باقي 4 ايام ما باقيش بزاف. المهم بداتي هادشي اللي كاين خليت لكم الراحه، طلعوا لي فريسانكم وكنموت عليكم بزاف. مع السلامة.